طيب الصورة اللي بعدها أحمد حسام ميدو معاك ولا عليك؟ لا ميدو معايا. طيب وجهة نظرك الشخصية فيه كشخص؟ ميدو شخص جدع جدا جدا جدا، شخص ناجح في أي مجال هو بيخشه. يعني هو ناجح كلاعب كورة، أكتر لعيب كورة الشهر قبل محمد صلاح على مستوى العالم ميدو. ميدو. حتى على المستوى الإعلامي عنده كاريزما وعنده حضور، كمان على مستوى التدريب له نجاحات سواء في السعودية أو في مصر. ما تكلمنيش أنا بقى مش عايز أعرف تاريخه في الكورة، كلنا عارفينه، شخصيته من وجهة نظرك بتشوفها ازاي غير ان هو جدع؟ لا جدع، شخصية جميلة قوي والله. إيه شخصية جميلة جدا، هو برضو مجنون شوية، ميدو مجنون شوية، وما بيتخانق تلاقيه بيتخانق بكل قوة يعني، لكن هو من جواه قلبه طيب جدا. و اختلفتوا قبل كده مع بعض؟ ساعات اكيد يعني اختلفنا مرة او مرتين قبل كده، ليه؟ بس تبقى خلافات على الكورة برضو، خلافات على كورة برضو. طيب الصورة اللي بعدها كابتن عدلي القيعي، شخصية محبة للنادي الأهلي و... معاك ولا عليك؟ يعني هو ما فيش خلاف شخصي، بس اكيد على اديني كلمة، معاك ولا عليك؟ عليك في ايه؟ طيب يعني ما عموما هو مش خناقة شخصية، عموما ممكن يكون عليا. عليك ليه؟ هو اعلامي في قناة النادي الاهلي وانا اعلامي في قناة الزمالك، هو دايما في كثير من الاحيان يهاجم نادي الزمالك، هو يراني ان انا بهاجم نادي الاهلي، فطول الوقت في كلاش ما بيني هو مبين. هاجمك قبل كده كذا مرة، هاجم وانا وقال هاجم. ان انت بتهاجم النادي الاهلي، وانا هاجمته اكتر من مره وقلت ان هو بيهاجم نادي الزمالك. يعني هو معروف انه بيهاجم نادي الزمالك كتير يعني. ليه بيهاجم نادي الزمالك؟ ليه؟ عشان ايه؟ يعني اكيد هو اهلاوي وبيدافع عن النادي الاهلي من وجهه نظره. وانا لما يعني دافع ليه اهاجم حد تاني؟ عشان هي الكوره كده في مصر، هي الكوره اهلي وزمالك او زمالك واهلي، هي كرة كده. فهتلاقي في خناقات ما بين قناة الزمالك وقناة الأهلي، مقدمي قناة الزمالك ومقدمي النادي الأهلي، كل واحد بيدافع عن وجهة نظره. مش شايف إن الهجوم ده لما بتهاجموا بعض بالطريقة دي ممكن تعملوا فتنة، أو عملتوا بالفعل فتنة كروية في مصر؟ لا لا، الفتنة الكروية بتيجي أكتر من السوشيال ميديا. وجه رسالة. واحد وجه رسالة؟ كل سنة وأنت طيب. لا رسالة تانية. والله ما بهزر، أصل واجه له إيه؟ هو رجل طبعًا، رجل كبير في السن وله مقامه يعني، فانا ما بحبش يعني اخش في خلاف شخصي مع حد. ما بقولكش اخش في خلاف، لا ما انا قلت له، بقول لك وجه له رسالة، كل سنه وانت طيب. بس اقول له ايه اكتر من كده؟ كل سنه وانت طيب، وزي ما انت خد منكم لعيبه كتير، خد لعيبه من الزمالك كتير. اكيد، بس مش هو اللي خد لعيبه، النادي الاهلي. النادي الاهلي هو القيمه يعني. اللعيب اللي ما بيروح مش بيروح عشان خاطر المهندس عادل القيعي. طب ليه النادي الاهلي بياخد لعيبه من الزمالك كتير والزمالك ما بياخدش لعيبه من الاهلي كتير؟ يعني النادي الزمالك اسلوبه كده في مختلف شويه، بيخش الباب من بيته، و البيت من باب، البيت من باب، واي حاجه الباب من بيته ده. ده بالظبط كده. وتاني حاجه الاهلي معاه فلوس كتير والزمالك معهوش ليه؟ معهوش نفس الفلوس، بس على فكره يعني مع احترامي المهندس عادل القيعي، يعني المستشار مرتضى منصور يعني الفتره الاخيره يعني السنوات الاخيره لا خد لعيبه كتير من الاهلي، وكان مش لعيبه. بس انت لسه قايل دلوقتي ان الزمالك بيخش البيت من بابه. ايوه، ما هو بياخد لعيبه كتير اهو، انت ما بياخد لعيبه كتير من انديه تانية يعني. مش من الاهلي يعني. مش باخد لعيب من الاهلي يعني، مثلا لعيب مثلا بيلعب في امبي مثلا، بيخش البيت من بابه برضه في مع النوادي الثانيه. طبعا ما عندناش احنا كوبري، وما عندناش ناخد لعيب هارب، ما عندناش الحاجات دي، بتكلم جد. وما بنيجي نتفاوض مثلا مع لاعب من الاهلي زي عبد الله السعيد، بيكون عقده منتهي ويكون في الوقت الصح اللي انت تقدري من خلاله ان انت تمضي اي لاعب. يعني عندنا رولز كده بنمشي عليها في النادي الزمالك، ما بنطلعش براها يعني. رولز.